مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه ريتشي ريتش. الفيلم بيبدأ مع المليونير ومحب الخير ريتشارد ريتش وهو بيعلن عن ولادة ابنه ريتشي ريتش، وبيحكي لنا مدير القصر هربرت كادبري عن حياته من ساعة ما اتولد. أصبح ريتشي رسميا أغنى طفل في العالم، وبرغم أن ريتشارد كان عنده شغل كتير إلا أنه كان بيلاقي وقت يقضي مع ابنه. ومن طفولته قدروا يلاحظوا مدى اهتمامه بالبيسبول، ولما بقى مراهق بدأ يلعب مع الخدم اللي في القصر. وبرغم غناه وكل حاجة بيمتلكها إلا أنه ما كانش عنده أصحاب يلعب معاهم. وفي يوم إعادة افتتاح مصنع من مصانع ريتشارد اللي أنقذه من الإفلاس، بعت ريتشي ابنه مكانه عشان كان مسافر. وصل ريتشي وبدأ يخاطب كل الحاضرين، ووقتها بيلاحظ مجموعة أطفال بيلعبوا بيسبول قريب منهم، وبعد الخطاب بيحاول يقرب لهم لكن بيجري عليه الحارس الشخصي فيرجسون وبيمنعه، لكن بيتدخل هربرت وبيكلمه بأسلوب لطيف وبيفكروا ان جدوله مليان مواعيد النهارده، وبيحذر فيرجسون من معاملته الجسديه المبالغ فيها. وهو بيبعت في الهليكوبتر لاحظ ريتشي ان في حاجه ناقصاه، الفلوس ما تقدرش تشتريها. بيرجع ريتشارد البيت بعد اسبوع وبينتقد البورتريه العائلي اللي اتعمل لهم على الجبل. وقتها بيدخل ريتشي وبيتبسط ريتشارد قوي لما بيشوفه، حاول يحكي له عن الاطفال اللي شافهم لكن ما قدرش يسمعه من كتر الشغل اللي عنده. بعدها راح لمامته ريجينا وسألها إذا كان ينفع يجيب أصحابه القصر يلعبوا معاه. وافقت لكن بشرط إنه يجيب أصحابه من المدرسة، فتضايق عشان هو مش بيطيقهم. ودخل كادبري وأخده عشان يحضر حصة العلوم مع البروفيسور كين بين، ووراله كين بين اختراعه الأخير، نحلة روبوتية طورها بنفسه بعد استثمار مليون دولار. ولما كان ريتشي بيطيرها خبطها في كادبري اللي هشها وخبطها بالجورنال كسرها، فطلع كين بين يجري وراه. وفي الليل بيوصل فاندو المدير التنفيذي الفاسد لمجموعة شركات ريتشي، بيقعد مع ريتشارد في عشاء عمل وبيتناقش معاه بخصوص تحديث نظام الأمن. وقتها بيعرف من ريتشارد إن كل ثروة العيلة اتحطت في الخزنة الكبيرة، وبيكون واضح إن فاندو وفيرجسون بيخططوا لحاجة شريرة عشان يسرقوا كل ممتلكات العيلة. تاني يوم بيحاول ريتشي يدعو أصدقائه من المدرسة عشان يلعبوا معاه لكن ما كانوش مهتمين. وهو راجع طلب من السواق يروح للمصنع مكان ما شاف الأطفال بيلعبوا، وفعلا لما بيوصل هناك بيلاقيهم. بيقرر ينزل يلعب معاهم لكن شكله مش بيريحهم، بيفضلوا يتريقوا عليه فاكرين انه عايش حياة الأغنية ما يعرفش يلعب لعبتهم، فرهنها على 10 دولار انه يقدر يكسب من اول ضربة. وافقوا على الرهان وفعلا من اول ضربة كسب الرهان. ساعتها دعاهم يجوا معاه البيت ويلعبوا، لكن بنت اسمها جلوريا بترفض. تاني يوم بياخدهم ريتشارد لزيارة الملكة إليزابيث في عيد ميلادها، وقتها بيزرع فيرجسون قنبلة في الطيارة اللي هتنقلهم. بتلاحظ ريجينا إن ريتشي حزين، ولما بتسأل كادبري بيقولها إنه مش بيحب الرحلات المسرفة، فقررت تسيبه يقعد في البيت براحته. وبعد وقت قصير بيفاجئوا كادبري إنه عزم كل الأطفال اللي لعب معاهم، اتبسط جدا وفضلوا يلعبوا ألعاب كتير معاه، وكمان كان فتح لهم فرع ماكدونالد في القصر، ولما قضوا معاه اليوم بدأوا يعجبوا بيه. وفي الطيارة حس ريتشارد بالجوع وافتكر الشوكولاتة بتاعته، فقام يدور عليها بجهاز كشف الروائح اللي عمله له بروفيسور كين، ولكن الجهاز بيستشعر القنبلة وبيتفاجئوا من وجودها، بس بيلحق ريتشارد يرميها قبل ما تنفجر بثواني، ومع ذلك بتحرق الجزء الخلفي وبتبدأ الطيارة تقع في المحيط. وفي القصر عرف ريتشي وهم ماشيين انهم قبلوا يجوا القصر بسبب ان كادبري ادى لكل واحد منهم 100 دولار. اتضايق ريتشي، لكن لما بلغوا كادبري باختفاء طيارة أهله جري على جهاز التواصل الخاص بيهم ودور عليهم، وبنعرف وقتها أن الطيارة وقعت لكن قدروا ينقذوا نفسهم على عوامة في وسط المحيط. وكانت ريجينا شكة أن اللي زرع القنبلة هو فاندو، طلبت منه يرفضوا فورا، لكن كل اللي ريتشارد بيفكر فيه دلوقتي أن حياة ابنهم في خطر ولازم يرجعوا له. طبعا فاندو توقع أن القنبلة تكون انفجرت وأفراد العيلة ماتوا بالفعل، فبدأ يدير اجتماع مجلس الإدارة بنفسه ويتحكم في كل حاجة. وأول حاجة عملها إنه لغى كل التبرعات الخيرية اللي حددها ريتشارد، وهيوقف دعم مصنع الأدوات اللي ريتشارد افتتحه جديد، وهتبقى النتيجة رفض كل الموظفين. فاتصلت جلوريا بريتشي وبلغته بوقف التبرعات لأن مامتها موظفة في المصنع. ساعتها أخذ موقف وروح الشركة وبلغ فاندو إنه هيدير الشركة بنفسه لحد ما أبوه يرجع. حاول فاندو يخدعه وقال له إنه لسه قاصر، بس كادبري دخل وأنقذ ريتشي بصفته الواصي عليه في حالة عدم وجود أهله. رجع ريتشي الدعم لمصنع الأدوات وبدأ يدير كل المشروعات بسلاسة، وجاب كل أصحابه وعينهم في قسم التطوير والأبحاث الخاص بمنتج الشوكولاتة الجديد اللي هينزل باسمه. واتخنق فاندو من تطفل ريتشي
حاول يكسب أعضاء المجلس في صفه لكن فشل. وبعد كام يوم وصلت الشرطة وقبضت على كادبري. بيتضح لنا إن فين دولا فقلوا تهمة قتل ريتشارد وريجينا، وبكده أصبح هو الوصي على ريتشي ويقدر يسيطر على الشركة وياخد قرارات مهمة. وأول حاجة عملها رفض كل الخدم من القصر وركب كاميرات في كل زاوية عشان يراقبوا. ووقتها سمع كين خطة فان دو فيرجسون لقتل كادبري في السجن، فرح لريتشي وبلغه وجهز له مادة كيميائية يوصلها لكادبري هتساعده يسيح قضبان الحديد ويهرب. وبذكاء عبى ريتشي المادة في علب معجون الأسنان، راح له السجن وادهاله. وهناك هجم مجرم على كادبري عشان يقتله، وده اللي بعته فان دو. ومع ذلك قدر كادبري يتغلب عليه، ربطه واستخدم المادة وهرب من السجن. وبره السجن قابل ريتشي اللي بيوريله في الجرايد انهم وصلوا لحطام الطيارة لكن ملقوش اي جثث، فبيعتقد ان اهله لسه عايشين. بعدها راحوا البيت جلوريا واستخدم الكمبيوتر بتاعها علشان يخترق اجهزة ابوه يعرف مكانهم. وفي نفس الوقت استخدم ريتشارد حلق ريجينا ووصله بجهاز التتبع، وبكده ريتشي يقدر يوصل لموقعهم في المحيط. قبض فان دو فيرجسون على كين بين وهددوه عشان يعرفهم موقع خزنة ال ريتش، لكنه اكد لهم انه ما يعرفش مكانها. كل اللي يعرفوا انها مش هتتفتح غير ببصمة صوتية من ريتشارد وريجينا. وقدر ريتشي في الوقت ده يحدد موقع اهله، ولكن قبل ما يعرف ارقام الاحداث بالظبط اكتشف فيرجسون خطتهم وراح القصر وفصل جهاز موقع التواصل وبلغ فان دو انهم لسه عايشين. وفي المحيط وصل لهم فان دو وانقذهم واخدهم للقصر عشان يكمل خطته. واتجمع ريتشي مع اصحابه بره القصر مستعدين ينفذوا خطتهم لاعادة الاتصال بجهاز موقع التواصل. وفعلا قدروا يتخطوا الأمن ووصلوا للبروفيسور كين بين مربوط في الكرسي. شغلوا جهاز التواصل وفصلوا كل كاميرات المراقبة، واستخدم كين بين مادة كيميائية وصلها بالنافورة اللي طلعت فقاعات سائلة في كل حتة وشتتوا الحراس. ومن خلال جهاز التواصل قدر يوصل لموقع أهله جوه القصر، راح لهم مع كادبري واكتشف إن فان دو واخدهم رهاين لحد ما يفتحوا الخزنة. فاضطر ريتشارد يقول له على مكانها خوفا على مراته وابنه. الخزنة موجودة في جبل ريتشمور مكان البورتري العائلي، فحط ريتشي وكادبري تحت الحراسة وأخذ ريتشارد وريجينا للجبل. أخذوا الحراس ريتشي وأصحابه دايان وكادبري وحبسوهم في المعمل، والحسن حظهم وصل كين بين واستخدم مركب كيميائي وأنقذهم. وقرر ريتشي يروح ينقذ أهله، وفي الجبل فتحوا الخزنة. ولكن لما دخل فان دو اكتشف إن الخزنة مليانة لعب قديمة خاصة بريتشي وصور وذكريات عائلية. اتعصب جدا عشان كان فاكر ان الخزنة فيها ملايين الدولارات، فطلع مسدسه عشان يقتلهم. لكن هنا بيوصل ريتشي فضرب عليه نار لكن ما تصابش باي اذى بفضل الواقي اللي صنعه كين بين. هاجم فان دو وضربه واخد اهله وطلعوا يجروا. وبره الجبل شافهم فيرجسون حاول يضربهم بليزر تكسير الصخور، لكن هاجمه كادبري وضربه واخد الليزر مكانه وضرب بيه فان دو اللي كان هيقتل عيلة ريتش. وفي النهاية قدروا يفشلوا خطتهم ويقبضوا عليهم. وفي المشهد الأخير بنشوف ريتشي بيلعب بيسبول مع جلوريا وفريقه في القصر بتاعه، وكادبري مدرب الفريق ضرب الكورة وكسبه، واللي جابها له من على الأرض فان دو فيرجسون اللي دلوقتي شغالين في حراسة الحديقة وفي ضابط بيراقبهم. وأخيرا ريتشارد وريجينا اتبسطوا لما شافوا ابنهم بيلعبوا مبسوط وهو مع أصحابه اللي الفلوس ما قدرتش تشتريهم. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة.